وللمزيد حول قرار عدم اعتماد ملعبي السلط ومعان ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس نادي السلط حازم أنسور. أستاذ حازم، ما هو تعليقكم في نادي السلط على هذا القرار عدم اعتماد ملعب السلط لمباريات البيتية لنادي السلط؟ مساء الخير لك أخي مهند والسادة المشاهدين. يعني حقيقة نحن في إدارة نادي السلط نستغرب ونستهجن اتخاذ القرار بعدم اعتماد ملعب سيدي ولي العهد الأمير حسين، سيما وأنه يعني في الموسم القادم كان الملعب قد تم اعتماده وقد جرت عليه 11 مباراة، لم يحدث خلال هذه المباريات أي إشكالية معينة تحول دون إعادة اعتماده. كان التذرع منذ البداية بأن هناك أعمال في الإضاءة، وكان الاتحاد سابقا يتم معالجتها بتقديم موعد المباريات. وزارة الشباب قامت بطرح عطاء للإنارة وتم تركيب الإنارة وأصبح الملعب بجاهزية. هذا بناء على اللجنة التي قامت بزيارة الملعب بشهر 1 في 2021 على وجه التحديد، على ما أعتقد كان موضوع الإنارة وأيضا موضوع أمني. نعم يا سيدي، هو يعني منذ الزيارات المتكررة والتي كان آخرها قبل أيام، وحتى يعني كانت عطوفة أمين سر الاتحاد الجديدة السيدة سمر نصار موجودة في الملعب. نعم. وتم الاطلاع على جميع المشاهدات. الملاحظات التي بقيت هي ملاحظات بسيطة متعلقة بمخلفات المقاول وما إلى ذلك، وشغلات يعني لا تحول دون اعتماد هذا الملعب. نعم. من النواحي الأخرى، في الموسم الماضي 11 مباراة أجريت على هذا الملعب كان ناجح بامتياز. نعم. والآن الإضاءة على جاهزية عالية وإضاءة تفي بالغرض وحسب المواصفات. نعم. المطلوبة والمقاييس. نعم. بالإضافة إلى أنه ملعب الأمير حسين هو من الملاعب التي أرضية. نعم. الملعب من الأرضيات الممتازة. طيب أستاذ حازم، يعني كسبا للوقت، ما هو الإجراء المقبل بالنسبة لنادي السلط؟ يا سيدي، احنا يعني سنتظلم من هذا القرار الى سيدي سمو الامير علي حفظه الله مرجعيتنا جميعا، لانه حقيقه مثل هذه القرارات لا تصب في مصلحه الرياضه. احنا اذا نرجع للاهداف الاساسيه هو نشر الرياضه في كافه المحافظات، عدم اعتماد ملعب الامير حسين في السلط سيؤدي الى حرمان ابناء السلط وابناء المحافظه. نعم. من اللعب على ملعبهم وبين أرضهم، وبالتالي عدم انتشار الرياضة في مختلف محافظات المملكة. نعم. وهذا ما يخالف التوجهات جميعها. نعم. بالإضافة إلى أنه يعني بكل أسف يعني ما سمعنا بأنه مندوبين الأندية بالأمس، يعني مع الاحترام والتقدير، هم من قاموا برفض اعتماد أو كان صوتهم أو صوتوا باتجاه عدم اعتماد ملعب الأمير حسين. تقصد في الهيئة التنفيذية، ممثلين الأندية؟ نعم. في الهيئة. نعم. التنفيذية لاتحاد الكرة. نعم. نعم. هناك يعني رؤساء أندية يكونوا مشاركين في هذه الهيئة، وبالتالي. نعم. يعني تم التصويت من قبلهم. هذه يعني. نعم. احنا نريد في مثل هذه القرارات أخي مهند أن تكون وصلت يعني الإجابة. نعم. بموضوعية. نعم. بموضوعية متناهية. ملعب أرضيته جيدة، ملعب إنارته. نعم. الآن جيدة، في الموسم السابق كان معتمد. نعم. وصلت الرسالة أستاذ حازم. لا نعم. نريد يعني أن يكون هناك جزء من المنظومة الرياضية والتنافس ما بين الأندية أن يؤثر في أنه يكون والله الملعب الفلاني بدي أعتمده أو الملعب الآخر. نعم. ما أعتمده. وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. نعم. وتكون هذه القرارات بعيدة عن مثل هذه المنظومة. نعم. نائب رئيس نادي السلط الأستاذ حازم أنسور، شكرا جزيلا لك.